تسلم شركة الوطنية للنقل البحري من الفساد، حيث نظر اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة في قضية الفساد من العيار الثقيل التي طالت شركة كنان بتورط 21 إطارا في على رأسهم المدير العام السابق للمجموعة نجيب اسماي. ثانية، فتح اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة النظر في قضية الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري كنان، والذي تورط فيها 21 إطارا من بينهم الرئيس المدير العام السابق للمجموعة، وذلك على خلفية قيام المتهمين بممارسات تتعلق بسوء استغلال الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمل خوصصة المجمع كنان، فيما أفاد المتهمون بأن وزير الصناعة وترقية الاستثمار تمار عبد الحميد كان على علم بأن المستثمر السعودي الذي اشترى فرع شركة جيستراما التابعة لمجمع كنان كان مطلوبا لدى العدالة الأمريكية. من أمام محكمة سيدي محمد، نجيب سماي، تلفزيون نهار.